خير يا معلم مدبولي. يا مساء الكل، يا الف اهلا وسهلا يا سي محسن بيه، وربنا هناك بتنور العماره وبتيجي هنا تنور المحل. طلباتك سعاده البيه. انا عايز فخده 2 كيلو وما يهمش فلوس. وربنا طول عمرك فنجاري. ما تنساش تبعتها مع مشمش. عينيا الاثنين. خد يا مشمش. لزوم يا محسن بيه، والنبي تخلي، والنبي مالوش لزوم. بسرعه يا مشمش. حمامه يا محسن بيه، حتى مش حمامه انا حماسه. يا محسن افندي، الاسانسير معطل، الفولت بتاعه خربان شويه. طب خد يا مسعد الاتعاب دي وبصلح الفولت كويس. يا محسن بيه، الفولت مشي، اتفضل. هنا خالص؟ ما تخافش يا حبيبي، لا ما فيش غير انا وانت بس. امال ايه دول؟ دول يا اخويا بنات المعلم، 9 دواهب بعيد عنا، حالف عليا نعلق صورتهم كده زي ما انت شايف. وكل دول من حسيبه مراته الاولانيه، ما هو اتجوزني عشان اجيب له ولد، انما النصيب لا جبت له لا ولد ولا بنت ولا فرخه حتى امريكاني. امال هو زعلان مني ليه؟ عايز الولد على رايه، ولو حته اوزي كده هيشتكوا. بقى هو ده اللي مزعله. ودايما وشرفك يعيرني بالحكايه دي. طب وانا ذنبي ايه؟ انا اخر مره كنت عند الدكتور سخالي قال لي. خالي؟ الدكتور الخواجه بتاعي. انت عارف اخر مره مدبولي زعل فيها ليه؟ لا. قال علشان بقول له بعدي على سخالي. وانت عايزه مدبولي يعدي على الدكتور سخالي بتاعك؟ وفيها ايه؟ سخالي قال لي كده، قال لي يا مدام مدبولي اذا سمحتوا خلي المسيو مدبولي يعدي عليا في العياده عشان شفت هو كمان. وطبعا المسيو مدبولي زعل قوي لما قلت له يروح لسخالي. زعل وبس، وفضل يتنطط وينطح زي الطور الصومالي، مع اني والنبي بحبه ونفسي اجيب له حته ولد عشان ما يسيبنيش. ايه ده؟ يكون مين؟ ما تخافش، لازم المكواجي. هو انت يا مهبب ايه اللي انت جايبه ده؟ عندي خبر ليك يا ست نرجس، عايز عليه حلاوه، بس المعلم مدبولي منبه عليا اني ما اقولش، عشان كده بقى ست نرجس مش قادر اقول لك حاجه. هتقول ولا اخبطك بداب الدم؟ لا اقول احسن، المعلم مدبولي جاي ورايا دلوقتي عشان يصالح حضرتك. جاي دلوقتي؟ وقال لي اسمعني باللحمه دي على الست نرجس. وقال لي ما تقولهاش اي حاجه عشان حضرتك تفهم، وقال لي يا ست نرجس عشان بعدين لو عرف راح يترد مكفيله كده اهو. يا اخي يا كذاب، شايفه بقى ست نرجس خالص خالص مفاجاه. قول قول من وشك يا تكداهيه. واد غبي مخه اتخن من جسمه. اهلا نرجستي، ستي ومراتي وحبيبتي وتاج راسي. لو اني زعلان منك بقى واخد على خاطري قوي بقى، مفيش كده ولا حته تليفون صغير. ايش القطه احسن تاكل اللحمه. مفيش كده حته الو صغيره. ازيك يا معلم، وحشتنا قوي يا معلم. بطل التقل بقى وحن شويه يا معلم. ازيك يا معلم، وحشتنا قوي يا معلم. ايه اللي جابك يا معلم؟ الله، ايه الكلام الجملي ده؟ يعني النهارده لا دلعتيني ولا هننتيني زي عواي. اما هما نور النور عشان اتامل في جمالك، ولو ان نورك كفايه. صراحة مش باين، وربنا مش باين ابدا بالمره. لا ازاي مش باين؟ ده باين خالص يا معلم، ده باين قوي، باين حتى من هنا. هو ايه اللي باين ومش باين؟ ده مش باين حاجه ابدا بالمره. اللي مرحبتي بيا ولا قربتي جنبي ولا كبلتيني في وجنتايا زي عوايدك ولا قلتيلي يا دبولتي ولا حاجة انتظر.
مره. انا عايزك تخطف رجلك لحد تحت تجيب لنا شويه حاجات جنب اللحمه عشان البنت خدت اجازه وانا ما كنتش عامله حسابي. انا بقى كنت عامل حسابي اهو كل حاجه اهي، العيش والسبس والجبنه والزيتون وكل المزات، حتى ازازه العنب كنت جايبها معايا وعامل حسابي. ايه اللي بقول ايه يا معلم؟ اي انت ايه اللي كان مزعلك مني؟ كان مزعلني طبعا لا مؤاخذه الكلمه اللي انت قلتيها دي. يوه هو انا قلت حاجه؟ ده انا بقول لك ابقى عدي على الدكتور سخالي. نرجس ما انا ما استحملش اسمع الكلمه دي، الكلمه دي بتفور دمي خالص، مش معقول كده ابدا. ايه ده؟ مستحملش اسمع الكلمه دي، الكلمه دي بتفور دمي خالص، مش معقول كده ابدا. الله ومالك بتعمل كده ليه؟ في ايه يعني لما قلت لك تروح لسخان؟ نرجس بلاش هزار بقى، الكلمه دي ما بحبش اسمعها لا بجد ولا بهزار. انا ما بهزرش يا معلم، انا بتكلم جد، لازم تروح للدكتور سخان. نرجس وشرفك الغالي هذا حد. انا قلتها كلمه، لازم تروح لسخالي يعني لازم تروح لسخالي. نرجس سخالي طوعيني يا نرجس. سخالي يعني سخالي. ايه خرج المجنون ده؟ هو انا قلت حاجه؟ انا بقول لك ليه ما رحتش الدكتور سخالي؟ غلطت انا اياك بلاوي والله العظيم. وشرف النبي ما انا عندي في البيت، انا هروح لحسيبه، حسيبه انا بتقول لي سخالي ولا مخالي؟ لكن انا بقول سخالي. ودين النبي ما انا عندي فيه بلاوي والله. انا كل ما اقول له سخالي يتجنن. ركي دول خساره. سخالي سخالي برضه سخالي 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 لكن المجنون. يوه محسن سي محسن سي محسن ياما الله سي محسن سي محسن فوق يا سي محسن اعمل معروف. يا سيدي صفر جمع 266 و270 الباقي لنا في ذمة مدبولي. حلو دايرة ماشية مظبوط. و30 جنيه 120 مليم يبقى الرصيد 32 جنيه 370 مليم. حلو الله هانت هانت يا مدبولي، كلها اربع جوايش ونبقى خالصين. يا بواب يا استاذ يا اخينا. عايز ايه؟ في شقه فاضيه هنا؟ في عايز ايه؟ في شقة فاضية هنا؟ ايوه يا سيدي، بس دي اوضتين فوق السطح. عز الطلب. مبليه. مبليه؟ يعني مفروشة. هو ده اللي أنا بدور عليه. بس لازم تكون متجوز وعندك أولاد. بس كده بسيطة، نتجوز ونخلف كمان. اتفضل اتفضل. اتفضل يا ريه اتفضل. شقة معتبرة خالص، شرق سطحي، لوكس صحيح. ايه؟ دي مش القعاد دي؟ الله وبلا اقعد فيه. عندك الكراسي كتير، اقعد هنا. ليه كرسي الويت الأول عشر دي؟
شوف. لا ده كرسي عظيم جدا. ايوه. اتفضل. بقول لك الشنجة هتعجبك صحيح. ايه ما تخبطش كده. زينبولي الناس دي. ما تنساش تقوله على الشروط يا عم موسى. حضرة استهانة ما هنقوله عليها. ومش مهم الشرط الأول. أنا موافق على كل الشروط يا عم مسعد. دي شروط حلوة قوي. حتى الموبيل. محسن الاسانسير معطل، الفولت رجع خرب تاني. خرب خرب، ما عنديش اتعاب النهارده يا سي مسعد. يا استاذ الغويشه دي بتاعتك؟ ايوه بتاعتي، يلزم خدمه؟ إيه مين اديها لك؟ جبتها منين؟ وانت مالك؟ لا ده انا مالي قوي. هات الغويشه. ايه ده يا استاذ؟ الله، اما انك راجل حشري. انا اللي حشري يا راجل يا بغويشه؟ لسه ما نمتش يا محسن؟ ايه حكايتك؟ قلقان شويه. لازم بتفكر في الاوفر تايم اللي راح منك. معلش بقى يا اخي، عوضك على الله. مش يمكن الراجل اللي عينته الشركه بدالك عنده اولاد زيك وعاوز ياكل عيش؟ الموظف اللي عينته الشركه عازب وعايز ياكل ذهب. معلش معلش يا اخي بقى، نام نام وسيبها على الله. نام، عد من 1 لـ100 وانت تنام على طول. عد يا اخي. حاضر. 1 2